Mahmoud Shoukry. انت عايز ايه يا خلاص تمام خلاص انت تخرس وتحط جزمه في بقك خلاص ليفل يلا اخرس وحط جزمه في بقك بتحكي معايا اه Are you talking with me man yes you cross eyed freak Do you want tissue? No, thank you. Take tissue. I need a tissue. Hey, is there a tissue? Yeah. I'm not a sultan. I'm here to be the one who's in the order. I'm not a sultan. 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 I'm not فرد ضحك سلطان على ده شو يقولوا شو بيقولوا ماشي فرد سلطان سلطان مش هالتيشر ذكر امبارح شو تبع الايفار نوين؟ مين بيبسي تاني؟ ممكن تجيب لي 7 اب معك؟ ماشي جبتوا مين دول؟ ايه؟ طبعا طبعك انت؟ بس كانوا بده يكبهم بس احنا بدايهم كبهم ليه؟ ما بديهم خليهم معك ما بدي هيدا ألف هزارة ما تلبسه بقى مش حلو وهيدا عم بحل لأنه كل ما حط بارفان وعارف وهيدا أصلا ما بدي حرف الآن لأنه جاب لي ريان واحد ما عم بلبسها لأنه مقفوش تانك يو كثير لإلك طب أخذهم أنت إيه؟ تاخذهم أنا ماشي هذي تعد لي ليدك عم بمزح طب انا لو عيد ميلادك هلا ايش كنا عاملين شو رح تعمل بالاكل شو مش انا بعرف كنت واحد متحمم مثل من جمعتين بماء سخن ومبسوط بالماء صحت عليه دوش ما نسقع عصب وحبيت هذي على فوق شو حايين شو بتقولوا حايا لا يا بني ادم لا عفيك بس عصب شكري لا انا بحقرق لو حقرق انا راح اعيا 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 ايه ماما كنا بس بتكلم حتى اعيا رامي تدوس النهارده بالتابلو بتاع فيفا اسبانيا هو لما بيبقى يفكر ماشي زي الهبل كده بالظبط مش عارف بالحوالي انا عملت كده محمد عليك والله انت طب كنت ببص على ايه يعني ماشي كده عم بعمل ايه يعني طب ماشي تطرح فين دي الفكره رايح مدام انا سالت حكي معاك هو رامي لو كان معانا كان شاف بتحصل معاك كتير دي مش اول مره هي مش كده لما يبقى يعني بيفكر شوف حاجات كتير كتير شوف حاجات في الأكاديمي كتير شوف ايه اشبح يعني لا شبه طيب ليه بس ليه بس لك ما بتخبرني
100 مره بقول له عن شيء بتعرف شو بعصب شكري انه بكون معصب وهيك بدي انه بقول له شو بك بقول لي ماشي بقول له شو بك بقول له ماشي يعني ما انت بتعرف خيمة انا شو قد ايه بقدر ساعدك بساعدك شو شو بتساعد عنده الحاجات دي انا المره لا هو في شغله ايام يعني بساله شغله حتى هو هو عارف عن شو عم بيحكي بينسى مين مين مع مين عم يحكي بينسى يعني بحق له يمكن معه حق ينسى انه عايش بمحل بس انه ما لازم تنسى الموضوع يعني حياتك كلها هون وبرا يعني انت عارف الموضوع معي لكمان موضوع الكاميرات ما كاميرات كلنا بنعرفه انه في قصص ما بدنا نحكيها ما بنحكيها أوكي. اي حاجه احكي بجد حتى لو حتى حاجه تسرقني عادي دي بوزل دي بوزل اغراء مش بوزة لا مش بوز بوزل اغراء بنتي دي جميله سي لا فام فاتال فام فاتال بلا هيك مكتوب لو من شهرين ورا لا فام فاتال بس هيك مكتوب هاي لا هيك مكتوب حتى هذا مش عم يبكل يا حبيبي كل اللي بعت لي كل يبكل كل رح يفعل كل تقل حطي شي بتمك بس ما تتم بس هيك سدي جوعك بشي لقمه بس خذي لك شي يبكل بس عندي مشكله معه من قبل ما اجي هنا فكرت ان هي ضبطت الموضوع امان فضحتني بدك انا عيني انها مشكله زر مشكله قماش والله حبيبتي اسمع منك لا مشكله قماش يا عم مشكله قماش مشكله اه فكرتني نسيتكم يخرب بيتكم بس لو عندي مشكله هو عندي مشكله صراحه مش احمد صح؟ مش احمد جبل وين؟ وشك بلوش خايفك يا هضربه هو لو عندي مشكله ما كانش يقفل خالص هو بيقفل بس كده مش يعني لو تاخد نفس تاخد نفس بس النفس بس بيفكه انا عاجبك كده ولا لا زي العمر اخر همي الناس تقول ايه بنتي سبورت حلو